السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد. إن شاء الله في فيديو جديد النهاردة هنعلمكم تزرعوا التوت من العقل. الشجرة اللي قدامي ده اللي انتوا شايفينها الكبيرة قوي ده، اهي دي كانت مزروعة من العقل، تمام، وكانت بالأخص في فصل الصيف كمان، كانت عند أحد الأصدقاء فأخدت منها عقلة وزرعتها. بس بتتزرع فيها يا جماعة في الظل، تزرع فين؟ في الظل. حتى في منها شجره لسه هبقى اوريكم عندها دلوقتي، كانت مزروعه برضو مزروعه معاديه بس بتقف الظل زي ما هي، ما كبرتش زي دي، تمام. النهارده هنعلمكم بقى الزراعه بالعقله ازاي. هناخد عقله يا جماعه، بس عقله تكون كبيره شويه، يعني هي عقله وسطيه مش عقله ايه طرفيه، تمام. هننزل الفرع ده، هناخد مثلا العقله دي. تمام كده يا جماعة، اهو بناخد عقل ايه من قطاعها خالص، بس هو الفرع بعيد عني عشان كده انا في صعوبة في قطعه. وده يا جماعة الفرع اهو بعد ما قطعناه، تمام. هناخد منه عقل بقى. اول عقل هناخدها اهي، تمام. العقلة يا جماعة من فوق بتقطع بميل كده، بصوا يا جماعة اهي، ثانية واحدة اهي يا جماعة، كنت بصور نفسي بس مش عارف تتقطع بميل كده، شايفين؟ عشان ايه؟ لا يتجمع عليها التراب ولا ماء، حتى لا يتجمع عليها الماء والأتربة، تمام؟ عشان تبقى بصحة جيدة. طيب نيجي ليه بقى للزراعة. طبعا وانت شايفينها من تحت اهي، ثانية واحدة يا جماعة، اركن المقص كده واوريكم. احنا قطعناه، هنسوي القطع بقى ده ويكون القطع تحت عين على طول، شايفين العين دي؟ شايفين دي عين اهي، دي العين اللي هتطلع الجذور بعد كده، تمام. تمام، في حاجه بقى هنعملها. اولا احنا هنساوي الجزء ده، تمام، هسويه وارجع لكم تاني لان انا مش عارف اصور، يعني مش عارف اصور واساوي معاكم، تمام كده يا جماعه. تساوي اهو، يعني خليناها ايه قطعيه واحده اهي. بصوا كده يا جماعه، اهو دي العين اهي، اهو في كذا عين مش عين واحد، تمام. اللي هنعمله بقى دلوقتي يعني، والحركه دي اختياريه، عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها ما تعملهاش. هنجيب صبار الوفيرا او الصبار البلدي وهنغمسها في قلبه، تمام. هجيب الصبار واجي لكم، خليكم معانا. ده يا جماعه صبار الوفيرا اهي، انا قطعت الحته دي اتنين، هي كانت كده اهي، قطعتها اتنين اهي عشان بس اثبتها واوريكم هنعمل ازاي. اهو انا هثبت دي كده هنا، تمام، عشان اوريكم هنحط فيها العقله ازاي. وادي العقله ومطرح ما هتتزرع تحت، دي القاعده بتاعتها، دي اللي هتتزرع في الكيس دلوقتي، تمام. وادي العين اهي، الكاميرا تعدل بس وتظبط كده، تمام كده يا جماعه، ثانيه واحده اهو يا جماعه اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنغمسها كده جوه الصبارة دي كده يا جماعة، بصوا كده اهي، شايفين؟ شايفين كده يا جماعة؟ ده بيخليها تسرع من التجذير، تمام؟ ده بيخليها تسرع من التجذير. وبعد كده يا جماعة هنحطها في كيس، الكيس ده هناك دي مزروعة أو المانجا، نحطها في كيس فاضي زي كده أهو، أدي كيس فاضي أهو، مش مزروع في أي عقل، مش مزروع في أي حاجة أهو يا جماعة. وننزل ونساوي جنبه أهي كده، العقلة اتزرع وتبقى في مكان مظلل زي المكان أنا فيه كده. تيجي بقى أوريكم الشجرة التانية اللي كانت مزروعة في نفس عمر الشجرة اللي كنت لسه عندها دلوقتي. دي الشجرة الكبيرة يا جماعة اللي أنا لسه واخد لكم منها العقلة، شايفين؟ يعني دي بقالهاش 3 سنين، وحاليا بتطرح وبتجيب انتاج كويس، يعني بتطرح وبتجيب دي ناب عماني، بتجيب يعني ناب دي توت عماني، بتجيب توت قد صابع الايد كده، ورقها الكبير يعرفكم ان هي توت العماني، تمام.
نروح عند التانية اللي في الضل اللي مكان ما كنا زارعين اصلا الشجرة دي، نروح معاكم. خليكم معانا. ايوه يا جماعة، جينا عندها. المكان طبعا مزروع فيه اشجار كتير فمظلل جدا، تمام. هي دي الشجرة، تعالوا بقى اوريكم اصلها فين، اوريكم الاصل بتاعها فين او جدريها فين، تمام. الجدر بتاعها دي اصلا شوفوا ايه من ايه، مفيش مكان تطلع فيه على فوق، تمام. فطالعه هنا عشان الشجره اللي فوق دي، دي شجره انتاج خشب. مين بقى يعرف اسم الشجره دي، شجره انتاج الخشب دي؟ اهي، مين اللي يعرف بقى اسم الشجره دي؟ كده كده هنبقى نعمل فيديو عنها. اللي يعرف اسمها يكتب في التعليقات دلوقتي، وهنقول اسمها في اخر الفيديو، تمام يا جماعه. فدي شجره التوت اهي، كان دي. شوفوا شايفين مكان مظلل قد ايه، المكان مظلل جدا اهو، مكان ظل خالص. شايفين الشمس ورا هناك اهي، والمكان ده ظل خالص، يعني عشان انا زرع فيه نباتات ظل هنا، يعني معظم المنطقه دي زرعها نباتات ظل. في شجره برقوق فوق هنا دي، وتحتها يعني ما بقصقش منها فروع كتير عشان المكان ده يبقى مظلل، زرع فيه معظم نباتات الظل اللي عندي، اللي انا بعمل منها شتلات بعد كده، تمام. زي ما انتوا شايفين اهو، دي المنيسره القشطه اللي هو اللي بيقولوا على القفص الصدري، تمام. وفي هنا بقى معظم نباتات الظل يعني، تمام. وادي شجره التوت. طبعا بقول لكله، حتى بقى اللي عايز يزرعها فوق الاسطح، ممكن يزرع شجره التوت فوق السطح بالعقله في برميل، ويقوم زارعها بعقله، يضلل عليها بعقله، تمام. و ف يعني شجره التوت ينفع يتزرع كله بالعقل، تمام يا جماعه، تمام. ينفع يتزرع امتى بقى؟ مواعيد الزراعه طول الصيف مفيش مشكله، او من اواخر الشتاء كده يا جماعه، عند دخول الصيف هو موقع ورقه، اما يجي خلاص واحنا في شهر واحد كده او شهر اتنين، واحنا داخلين على شهر تلاته، اما يكون هيجدد ورقه، اما يكون هيجدد ورقه يا جماعه، اما يكون هيجدد ورقه ما وقعش ورقه وجدد ورقه، يعني اما يكون وقع ورقه ولا ايه ولسه هيجدده، اخد عقله وازرعه في شهر امتى؟ في شهر اتنين او في اخر شهر اتنين كده، واحنا داخلين على شهر تلاته، احنا داخلين على الصيف. هتقوم العقله منبته، اعتني بيها بقى، اسقيها واديها مغذيات واظبطها، بس اسقيها الاول، يعني اسقيها ميه فتره طويله لحد ما تجدر، وبعد كده اديها المغذيات عشان تكبر وانقلها في مكان اوسع، تمام. تمام. والشجره الخشبيه دي، عشان قبل ما ننسى، دي اسمها شجره الماهوجوني الافريقي، دي من اعظم الاشجار اللي بتدينا خشب، لسه هنبقى نتكلم عليها. خشب شديد قوي يعني ده خشب، ودي من اغلى انواع الخشب في العالم، شجره الماهوجوني الافريقي، تمام. ف السلام ختام، وارجو تكونوا استفدتوا من تجربه النهارده، و يا ريت كله يزرع بقى التوت بالعقله بعد كده. يعني بشوف الناس متجهه بالذات التوت العماني ده بالتطعيم وغيره وغيره، دي كلها طرق مكلفه. طب وليه ما ممكن اخد عقله وهتطلع هي نفس الام بالظبط، وبتطرح بعد سنه واحده؟ يعني دي يا جماعه بتطرح بعد سنه واحده، بتنتج بعد سنه واحده، فانا ليه اغلب نفسي؟ تمام يا جماعه، تمام. وان شاء الله هناخد معاكم لفه، احنا بقى يعني احنا برضو مع المحاصيل هنخلي برضو ايام للاشجار، وايام للخضر، وايام يعني للبستنه، عشان برضو نبقى ادينا كل حاجه حقها، تمام يا جماعه، تمام. والسلام ختام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو عشان كل زمايلكم كل الناس يعني تستفاد من التجربه، تمام يا جماعه، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.